وراس الشهر، يعني كلكم راح تستلمون رواتب، لازم تجون تاخذون هاي الجنطه الحلوه اللي وفرنا لكم اياها لكم، تشوفون جمالها. راح اشوفكم الالوان بنات، لون احلى من لون، بس باعوا لي جمال السماء. لا لا لا، بداعه بداعه. اللون الثاني اللي يكون ذهبي واسود، تقدرون تاخذوها هديه، تقدرون تاخذوها لكم، تجنن تجنن، بس باعوا. طبعا اذا لاحظتوا عليها، لان احنا البنات بالمجمع كنا عجبتنا وكنا راح نشتري من عندها، ايش قد تتوقعون سعرها؟ سعرها يكون 20 نص لربع و750 سعرها. تشوفون جمالها، وبهذا السعر المناسب متوفره داخل كوخ شارع فلسطين، لحقوا عليها. وبعد عندنا موديل ثاني اللي انا لابسته، طبعا القميص خلي احكيكم عليه شويه. هذا القميص اللي لابسته ايش سعره؟ سعره 17.5. يجنن بروده وجمال واناقه. توفر فيه هذا اللون، توفر باللون الوردي، طبعا الدرجه مال وردي الثانيه، بس بالديزاين اللي يكون دقم مثل ما تشوفون. اجبي بعد يا لون، اجبي هذا اللون، اجبي اللون السمائي واللون هذا غير موديل، معني تشوفون جمال هاي القطعه كلها داخل كوخ شارع فلسطين.